يلا فوت القبر خلصت منك فوت. كأني جايبه على الذبح. ليك بيي صحيح انا جيت بس غصب عني. غصب عنك؟ ليش يا حبيبي؟ لما بتجي لعندي وتطلب مصاري حتى تروح تكذب وتسهر مع رفقاتك ما بتجي غصب عنك، ما هيك؟ تجي بملء ارادتك بكل طيبة خاطر. لو خلصت منك شوف لي هالدفاتي، شوف لي هالوراق، شوف لي هالحسابات. شو هني هول كلهم؟ ما بعرف شو هني يا برتاز، ما كنت انقبرت وجبتك معي لهون حتى تعرف لي شو هني. اشو يه 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 اشو اف 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 اشو يه 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 لك اشو شو هيدا؟ لك شو هيدا يا برتاز؟ قال لي فهمني ذاك الجرايد. لك حاجة تعمل لي هيك احسن ما لك شف لي. قال لي قال لي قال لي شو شايف؟ شو شايف؟ شو شايف؟ في عندك طريق طويلة. اشو طريق طويلة؟ شو عم بتبصر لي يا برتاز؟ عم تمزح معي؟ انا عم بغلي وانت عم تمزح؟ قال لي شو شايف يعني شو 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 وين وين شو شايف هالمصايب؟ شو شايف كوارث؟ بيي مثل ما انا شايف خبرية كلها تخبيص بتخبيص. برتاز انا هيدي بعرفها، خبرني عن الشيء اللي ما بعرفه، عن الشيء اللي ما بعرفه، يعني قل لي وين عم بيصير الهدر الكبير. بيي شو؟ القصة مش قصة هدر. قصة شو لكان؟ القصة قصة سرقة. عشو! فداي! تيك! عشو! قدامي! 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 قدامي من هاو! هاو! قدامي! قدامي! عم يسرقونا يا بابا! الله يوفقك! عم يسرقونا يا أمي! عم يسرقونا يا بابا! الله يسرقونا. لا يوفقك. عم يسرقونا يا تلا. الله لا يوفقك. انت في شي مره جيت على هالمكتب جبت لي خبري بتفرح؟ انت شو عبالك يا حبيبي؟ قاعد ورا المكتب مبورد وتارك شريكك لحاله عم يتعذب وينسرق. شو 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 خبره يا برتاز؟ قل له عن السرقه. قل له قل له قل له بيروق. خليني اعرف فهمه. فهمه مش هذا بيفهم اصلا؟ لا قاعد ورا المكتب. شو فهمه هذا؟ قاعد ورا المكتب تاركني انا عم بتعذب وانسرق. ولك شدوا خلينا نفهم شو القصه. شو القصه يا برتاز؟ خلصنا. قال له شو القصه يا برتاز؟ خبره. اقترب بيتها يا ماما. اقترب بيتها يا عيني. خلص بيي القصه وما فيها. اليوم بيي اخذني على الباب وكشفت على دفتر الحسابات. ايه شو سرقونا يا ماما. سرقونا يا امي. سرقونا. سرقونا. سرقونا يا ماما. سرقونا يا امي. سياتي هودي. شو سرقونا؟ شو اللي انسرق؟ شو اللي انسرق؟ الله لا يوفقك. شفت بدفتر المستودع انه في بضاعه مختفيه. انا دافع دم قلبي حق البضاعه. وين عم تختفي البضاعه؟ اي بضاعه مختفيه؟ شو مختفي؟ شو يعني اختفي؟ ما بتعرف شو يعني اختفي؟ يعني مش موجود يا فادي. يعني مش طارت. يعني راحت. يعني اختفي. انا هلا موجود دمك صح؟ صح موجود. موجود هلا. انا شو اختفى؟ مختفي. هلا ظهرت. راحت انسرقت. اختفيت. كيف انسرقت؟ كيف عرفت؟ شو صار؟ في هدر عم بيصير. مكتوب انه في 50 صندوق فايت ونحن مش صارفين غير 30 واحد. نعم نعم اطلع لايك يا خي. من ايمتى صار هالشغله؟ من ايمتى عم بتصير هالشغله؟ من ايمتى يا اذا بدك فيه شوف لك الاشهر لا يا خي. شوف لي شيء خلينا بلا مصيبه اللي نحن فيها هلا. هيدا فيك تخلص وضعك. شوف لي نطيب اليوم وبعدين بنرجع بالبعض. يا وجع سما فك بكش لزعمه يا خي. بس فسر لي. قل لي يا خي مين مسؤول عن الضراب الطبل المستودع؟ في حدا مسؤول عن المستودع؟ عن الاشياء عم نخزنها؟ اكيد اكيد فيها. مين هو هيدا؟ ابو سامي. ابو مين؟ ابو سامي هو المسؤول عن الموضوع كله. ابو سامي؟ انا روح نعبر. جيب لي ابو سامي خليه يفسرنا كيف اختبوا صناديق الويسكي. استحاله. استحالة يجيب لي أبو سامي؟ استحالة يجي أبو سامي لهون. استحالة. ليه بالله هرب؟ لا ما هرب. دهشر؟ ولا دهشر. وينه؟ بالعناية الفايقة. ليش بالعناية الفايقة؟ لأنه النايمة مسكرة. وجه؟ شبقته بصندوق الويسكي على رأسه. وبطل يعرف خلاص.